عليكم يا اخوان، السلام عليكم جميعا. اكيد الكل عم بيتساءل شو اللي جاب لعيلكم اليوم. انا رح احكي اللي جاب لعيلكم رساله نجاح، او خلينا نحكيها قصه من قصص النجاح لطفل فلسطيني نشأ بال 48. طفل بيحمل روح المحبه والامل، عمره 10 سنين. طلال هو اللي بحكي لكم عنه. طلال طفل زي اي طفل فلسطيني، ذاق طعم المعاناة وعرف إن المعاناة هي نعمة ومش محنة. أحكي لكم كمان شغلة عن طلال، ولا أقول لكم بلاش، تعالوا معي خليني أشوف أنا وياكم نتعرف أكثر وأكثر على طلال. طلال يا طلال. آه يا بابا، الله يسامحك يا بابا، نايم من صار لي سنة بدور عليك. يا بابا كنت بركض حتى البركانة من الشجرة. يا بابا كم مرة قلت لك تطلعش فوق؟ بخاف عليك يا بابا. يا بابا بحب ركان يافا، بحب شجر يافا يا بابا. طب ماشي يا بابا، الله يرضى عليك يا بابا، دير بالك بحالك. ماشي حاضر يا بابا. مش حاضر يا بابا، تاخرنا عندي بلاش تضغط علينا، حكينا ما بنقدرش على الضغطه ولا لا؟ يا بابا. نعم يا بابا. ايش هي البركه في ايدك؟ بس انا بحب شغل مع الفلفل حوجي فيها. طب طلال توفيق. هذا اسمي يا بابا. اسمك اسمك يا بابا، كيف ما تستعجلش؟ يا بابا ايش هي الخطوط؟ كيف خليت الكنز؟ يعني هي هيك بس بطريقة ثانية. كيف يعني يا بابا؟ هاي حجة أرض سجلتها باسمك وأنت عمرك 4 سنين، يعني قبل 6 سنين. تذكرتها، وقت وقت ورجتني إياها بس ما كنتش أعرف أقرأ أيامها. قديش أنا فخور بنبهة رشطاتك يا بابا. يا بابا خليها معي. لا يا بابا شو اخليها معك، خليها هاي ورقة مهمة، سويت لك نسخة ثانية بس خليتها بالدار عشان لما تكبر دايما تكون كنتك معك. ان شاء الله يا بابا. امشي يا بابا تاخرنا عندي. Yeah.
الضياف وتركوا وراهم ذكرياتهم سعيدة وأشياءهم البسيطة. راح القرى القريبة منهم، أما الطلال أخذ عيلته وراح عند صاحبه الحاج رضا اللي ساكن بقرية الغازي ببيروت. استقبلهم الحاج رضا وفتح لهم باب بيته وقعدهم عنده. عيلة الطلال كانوا متأكدين إنهم يعودوا ليافا بعد يوم يومين ثلاثة، لكن مرت سنة وعيلة الطلال ما عادوا ليافا. بالكم شو صار مع عيلة الطلال؟ إنك تخسر الوطن يعني إنك خسرت كل شيء. طب يما كيف بقدر أساعدكم؟ كيف بقدر أرجع البسمة على وجهي وعلى وجه أبويا وعلى وجه أمي يا يما؟ بالعلم بالعلم يما، هاي الطريقة الوحيدة اللي نقدر فيها نرجع على يافا. خلص أنا من يوم ما طلعت أخرب فلسطين وعلمها بالعالي يما. ومن هاللحظة اللي وعدكم طلال فيها قرر إنه يكرس حاله وقته حتى يتعلم ويحصل على علامات عالية وينتقل من نجاح لنجاح بالرغم من الصعوبات اللي كانت تواجهه، بداية من فقر أهله من بعد مدرسته عن بيته. طلال كان لما يروح على مدرسته كان يقطع مسافة كتير طويلة يوصل، كان يتحمل. بس اللي كان يعجبني طلال إنه طول ما هو ماشي بالطريق والبسمة ما بتفارق وجهه. تعرفوا ليش تحمل كل هاي المسافة طلال؟ تعرفوا ليش طلال بتحمل يروح على مدرسته تحت المطر وهو لابس جوكيت؟ إحرام خيطت له إياه أمه، إحرام من إحرامات الوكالة اللي كانت تتوزع عليهم بهداك الوقت. تعرفوا ليش؟ بتعرف ليش؟ أنت بتعرف ليش؟ أنا راح أحكي لك ليش. إنه طلال كان عنده هدف وحلم قدامه بده يوصل ويحقق. ارسم هدف قدامك عشان توصل وتحققه وتحصل على السعادة مثل طلال، لأن السعادة ما بتيجي أو بتنصنع بسهولة، بدها طريق وعبة عشان توصلها. شو رأيكم تيجوا معي؟ خليني أشوف أنا وياكم كم موقف تعرض لطلال بحياته بهداك الوقت. الحمد لله، واحكي لأهلي.
الساعة هاي شهادة التقدير. وهيك طلال بلش يحقق أحلام. بس أحلام طلال كان طريقها صعبة، لكنه كان مصر إنه يساعد أهله مصروف البيت ويساعد حاله حتى يوصل لحلمه ويحققه. فبلش يشتغل بين بوزة ستيك بوزة ستيك زاكي ومتهلة جميل بده إياها بوزة ستيك بوزة ستيك. طلال آمن إن مساعدة الآخرين هي من واجبه، حتى لو كان يملك إشي قليل، لأن القليل بالنسبة للآخرين هو كتير. طلال علمت الحياة إن العطاء ما إله حدود أو طريق مسدود، وإن كل ما أعطى أكثر إيد ربنا ترعى أكثر. كيف حالك اليوم؟ كيف حالك انت؟ الحمد لله
طلبات الأوضاع في شركات مختلفة، لكنه ما حصلش ولا على وقت. بالرغم من هيك ما استسلم وما يأس، واصل بالبحث وما انصاب بأي إحباط. كانت المفاجأة مكافأة له على صبره وحلمه وأمل التواصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. قدامي صعوبات، قدامي أشياء لازم
لازم أواجهها إرادة. علمت حب الوطن وأهله من سيد البلاد الملك عبد الله الثاني ومن جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال المعظم رحمه الله. الملك عبد الله الثاني شرفني بتسليمي وتسليمه من ايده الكريمه وسام الاستقلال عيد استقلال المملكه الاردنيه الهاشميه السبعين. هذه هي وجهتي كانت. اخي كم كلام كنت لما اقعد على شرف بيتي اللي كانت موجوده في عمان اللي بتطل على وطني المحتل فلسطين كنت اقول عمان كم أحبه وفلسطين كم أتوق لرؤيتك. وأكثر موقف مش راح أنساه بحياتي هو يوم ما عينتني في منظمة الأمم المتحدة لأكون رئيس للائتلاف العالمي لتقنية المعلومات. وقتها صعدت على المنصة حتى أخذت خطاب اللي كان كم كلمة صغار اللي هم أشكركم لأنكم انتخبتموني رئيسا عليكم بالرغم من أنني فلسطيني ومسلم ولا أحد. هشام عوال أبو ضرار محمد مبروك أديب سامة جمري ضرار جهاد أبو عيشة الصديق العزيز محمد أبو غير المدير محمد سلام علي السدير الأستاذ عبد العزيز الشاشير حمزة الشهري إلى الزفاف حسام صبا ها هو ذا طلال حكايته ارتحال إلى